السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الحاج التركي. أعزائنا المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك على القناة واضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد، ولا تنسوا لايك. مرحبا بكم. أغلب الأشخاص يريدون وبشدة أن يصبحوا أغنياء، ولما لا؟ فحتى لو لم يكن المال هو حقيقة السعادة، إلا أنه يستطيع أن يؤمن لكم حياة سعيدة بدون أي ضغوطات. ولكن قبل أن تصبحوا أغنياء، يجب عليكم معرفة الأسباب التي قد لا توصلكم للثراء بالرغم من استخدامكم الاستراتيجيات الصحيحة. قبل البدء بالفيديو، يمكنكم دعمنا عن طريق القيام بالضغط على زر الإعجاب حتى يصلكم كل جديد. يريد الجميع أن يصبحوا أغنياء، لكنهم لا يعلمون ما يجب عليهم فعله أو الخطوات التي يجب عليهم القيام بها. ومن الغريب للغاية هو انتظار الإنسان أن يصبح ثريا عن طريق الحظ أو عن طريق أحلام لا يستطيع تحقيقها. يقع الأثرياء دائما في المقدمة نتيجة اختلافهم عن الأشخاص الآخرين، فمعظم الأثرياء لم يصلوا لما هم عليه نتيجة الحظ أو نتيجة قوة خارقة يمتلكوها. الكثير من الأشخاص الأكثر ثراء في العالم وصلوا لهذا المستوى بعد أن كانوا فقراء للغاية عن طريق سيرهم نحو أهدافهم. ولكي نضمن فهمكم لهذا، سوف نكمل الفيديو مع شخصيتين. فلنبدأ بالحديث حول أحمد وعلي. الشخصيتان في نفس العمر، عاشوا في نفس الحي، لا يملك أحدهم أي مهارة رياضية خاصة، وكلاهما في نفس مستوى العقل المتوسط. فبينما يود علي أن يعيش حياته بجمع المال، إلا أن أحمد يجد سعادته في العمل المجهد ودفع الفواتير والقيام بالتسوق. هذه هي أهم الأسباب التي تؤثر بشدة في حياتكم المادية. يبدأ كلا الشخصين بعمل عادي، وعندما يأتي موعد صرف الرواتب يكون أحمد في منتهى السعادة، ولأنه سوف يستطيع أن يشتري الملابس التي يريدها، وأيضا القيام بالتباهي بالمزلجة الجديدة التي سوف يشتريها بهذا الراتب ويتجول بها في الأنحاء، بالإضافة إلى أنه سوف يستمتع كثيرا مع أصدقائه في المقاهي وأماكن الترفيه الليلية. علي أيضا يسعد للغاية عندما يحين موعد الرواتب، لكنه لا يريد أن يصرف كثيرا، فإن بعض الأشياء تكون غير مفيدة من وجهة نظر الكثير من الأشخاص. لهذا فقبل أن يصرف أي شيء منها، يحاول أن يستثمر ولو حتى 10% من راتبه، وبهذا فلن يصبح هؤلاء الأشخاص بحاجة للمال في نهاية الشهر مثل أحمد. سوف يضع جميع خططه ويحضر نفسه حتى يصبح في المستقبل رئيس العمل أو يقوم بالعمل الخاص به بنفسه. في العادة يفكر الأغنياء دائما بشيء محدد، وهو عكس شغفهم على العمل الذي يقومون به حتى يصلون لهدفهم. الأشخاص مثل أحمد لا يهملون استخدامهم الحظ بشراء تذكرة اليانصيب عند عودتهم للمنزل، وحتى يدللوا أنفسهم آملين أن يصبح لديهم في المستقبل مركز لليانصيب. وحتى إن لم يفوزوا تلك المرة، فهم مؤمنون أنهم سوف يفوزون في المرة المقبلة، حتى أنهم يبدأون بالتخطيط لرحلة الصيف قبل الفوز، وفي أيديهم أحدث موديل من هواتف الآيفون والمرح المستمر وزوجة جميلة، أي أنهم يتخيلون أن لديهم كل ما يريدونه. أما علي ففي حال فوزه باليانصيب، فإنه يظل يفكر أنه لن يستطيع إدارة تلك الأموال في الوقت الحالي، ولأنه يعلم أن الكثير من الأشخاص الذين فازوا باليانصيب قد أفلسوا بسهولة نتيجة عدم إدارتهم الجيدة للمال، بالإضافة إلى أنه لا يريد صرف المال بسرعة. فعلي الآن لا يفكر بسواحل بيتروم، بل يفكر في الأمور التي قد تجعله ناجحا أكثر في حياته. فهو يضع الأهداف وينظم لها الخطط في وقت طويل، ويحاول أن يطور من نفسه لأجل هذا الهدف، وعند تقدمه منه خطوة خطوة يزداد حماسا أكثر. لا يستطيع أحمد أن يطور من ذاته، ولأنه اعتقد أنه أنهى تعليمه مع نهاية الدراسة الجامعية. الكثير من الأشخاص يخطئون بالتفكير أنه عندما يعملون أكثر سوف يصلون إلى رتبة رئيس العمل. هذا خاطئ، ولأنه بهذا الشكل لن تضيفوا أي شيء آخر لشخصيتكم. وعند العمل زيادة ليلا لن يستطيع الاستيقاظ بنفس الحيوية للعمل مرة أخرى، لهذا يفضل ترك هذا العمل لوقته، حيث أن الراحة سوف تؤمن أن يكون العمل سليم للغاية. وحتى يفهم أحمد أنه لا فائدة من كثرة العمل، يعمل علي بإنجاح وظيفته رويدا رويدا، يحاول تجربة حظه في أحوال أخرى بدلا من أن يقوم بأي تهور. فالأشخاص الأغنياء يحاولون إنجاح أعمالهم عن طريق الدخول في العديد من المجالات، فإن 65% من الأغنياء بالعالم وصلوا لما هم عليه بدخولهم العديد من المجالات. يشعر أحمد بالسعادة الغامرة لإنهائه دراسته التي سوف تتيح له الاهتمام بعمله، ولأنه يظن أنه ليس بحاجة للتعلم مرة أخرى، ولا يوجد مغزى للكتب، ولأنه يظن أنه بنهاية دراسته لا يوجد لدراسته أو قراءته للكتب أي أهمية، فقد حان الوقت بالنسبة لأحمد لشراء أحدث سيارة أو منزل بعد أن بدأ بالعمل. أما علي فإنه يقوم بكل خطوة بمنطق وصبر، وبدلا من قراءة الكتب يقوم بإلقاء نظرة على ما سوف يكون سببا لمساعدته في مجال عمله. وفي الأغلب فإن جميع الأغنياء يقومون ببذل الجهد للتطوير من أنفسهم،
ولهذا لا يتنازلون أبدا عن قراءة الكتب، كما أنهم لا يتخلون عن المعلومات التي لديهم، ويجدون أنه لا بد من تطوير ذاتهم باستمرار. أما أحمد فيفكر دائما بالمال، بالرغم من أن تفكيره ليس بالضعيف، فهو يحاول دائما القيام بما يساعده على كسب المال، ولكن عند قيامه بأي شيء خاطئ لا يستطيع تقبل الأمر نهائيا. وعندما يواجه أي خسارة مادية يحاول طمأنة نفسه عن طريق نقد رئيس الشركة أو المجتمع أو النظام الاقتصادي للدولة التي يعيش بها. لا يكمن هدف علي في زيادة المال، بل في إنجاح العمل. يقوم بتقبل الأخطاء التي يقوم بها ويحاول عدم الوقوع بها مرة أخرى. فالأغنياء دائما ما يكونوا متنافسون ويحبون أن يستخدمون طموحهم في أفضل المجالات. يعملون بجد حتى يقدموا أفضل ما عندهم، وهدفهم الوظيفي هو الاستمتاع بما يقوم بعمله، فهذا هو أهم شيء بالنسبة لهم. وفي النهاية يكون آخر الأسبوع أفضل وقت للنوم بالنسبة لأحمد، وتصبح آخر ما قد يفكر فيه هو ضبط الساعة للاستيقاظ. ثم يقوم بإعلان أن نهاية الأسبوع هي العطلة بعد قيامه بالعمل طوال الأسبوع، وقد يكون هدفه هو دفع أي فاتورة بعد الترفيه عن نفسه ليوم كامل. أما علي فلا يريد أن يقضي وقته بالنوم بدلا من قيامه بأي استثمارات جديدة أو لتطوير ذاته، لكنه يحاول قدر الإمكان الاستيقاظ مبكرا كما تعود كل يوم. فالأشخاص الأغنياء يقومون بالاستيقاظ مبكرا قبل الذهاب إلى العمل بحوالي ساعتين حتى يصلون عملهم متيقظين، ودائما ما يقومون بكل تحركاتهم بناء على خطة يقومون بها. وفي النهاية نجح أحمد في النهوض من السرير وقرر قضاء المساء في مشاهدة فيلم، أو قد يفكر في أشياء قد تجعله غنيا حتى ولو كانت صغيرة، لكنه يقوم بتأجيلها لنهاية الأسبوع مثل الأعمال التي قام بتأجيلها الأسبوع الماضي. فلنرى متى يتنازل عن هذا الكسل. فالكسل عندما يصبح أمرا معتادا يكون من الصعب للغاية التخلص منه، فهو أكبر عدو للنجاح. أما علي فهو يعلم أنه من حقه الاستمتاع قليلا، لكنه يظن أن اختياره للأفلام يجب أن تكسبه فائدة لحياته. فالتطور بالنسبة للغني هو أهم من الترفيه. يجب ألا يشرب السجائر أو المخدرات أو أي من المواد التي تسبب الإدمان، فهم لا يقومون بإمحاء حياتهم عن طريق تلك الأشياء، فهم يعلمون فائدة العقل بالنسبة لهم ويحاولون البقاء دائما بصحة جيدة. وفي النهاية بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإن علي نجح يصبح غنيا أكثر من أحمد، وبالرغم من اشتغالهم في وظيفة بنفس المستوى. لا يريد أحمد تقبل تلك النتيجة، لكن علي قد اقترب من أهدافه. سوف تنقلكم الطرق الأفضل لا الطرق الأرخص، ولتصبحوا أشخاصا أفضل. فمن الممكن أن يكون تلفازا بشاشة كبيرة سببا في إسعادكم، ولكن الكتاب الذي يحمل معلومات هامة سوف يصبح سببا في نجاحكم. ولهذا لا تنسوا تلك الأشياء حتى تصلوا لهدفكم التالي. فإذا قمتم بالتركيز على إحدى تلك الأسباب سوف تندهشون بالنتيجة التي تصلون إليها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.